السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ما ننساش دائما وابدا نشكركم، وبالاخص القصه ديالت البارح في الليل اثرت في بزاف ديال الناس اللي ما شاء الله تواصلتوا معايا. تقريبا جاب لي الله 70% البارح تواصلت معايا، وكلكم جاوبتكم وكلكم دويت معاكم. كنشكركم على التفاعل ديالكم وقصص اللي كيف كنقولوا في الاول. ايه انايا ملي كنبغي نعاود لكم القصه يعني خاصني ما نغلطش، خاصني القصه نعاودها لكم كيف تعاودات ليا، على ود ما لي القصه كيكونوا معايا في اللايف ويقدوا يكتبوا في التعاليق بما لا حليمه ما عاودتش لك هكاك. اذا كنركز مع القصه، وطلبتوا مني حليمه كملي لينا قصص بحال هكا كنستافدوا منهم. والله العظيم البنات الى نساء اللي هما كانوا غاديين في هذيك الطريق اللي حنا دوينا عليها البارح، نساء اللي هما كانوا غاديين في ديك الطريق اللي كيعاودوا ليها وقالوا لي حليمه الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى، من ديك القصه اللي عاودتي ديال هذاك السيد اللي كيمشي مع مرات خوه، قالوا لي من تما طبينا ولينا كنديروا اتونسيون. والقصه ديالت البارح تواصلوا معايا نساء اللي قالوا لي بصح كنضحكوا مع الجزار، كنضحكوا مع الخضار، كنضحكوا مع وحنا عيالات الرجال. الحمد لله، ولو شتي غير 10% تستافد منا، هذاك هو كيف كنقولوا الاجر ليا وليكم. القصه طلبتوا مني القصه الثانيه، قلتوا لي كملي لينا، وبزاف تواصلتوا معايا قلتوا لي حليمه استمري في هذه القصص، راه كان ماشي كنتفرجوا فيك كنستافدوا. ان شاء الله الى فريمون عاونتونا بلو بارطاج بلو لايك على ود بلا ما نحلف لكم البنات، والله العظيم بلا ما نحلف لكم الى ملي كيسالي اللايف كنضرب معاكم ساعتين ديال المكانه وفرحانه بكم، نتوما عائلتي وانا عائلتكم، اصبحنا عائله وحده. ولكن ملي كنجي نشوف التفاعل في اللايفات الاخرين وكنجي نشوف التفاعل عندي انايا، يعني داكشي علاش ما بقيتش بغيت نجاوب في الاوديوات. ملي شي وحده كتسولني على شي حاجه ما بقيتش بغيت نجاوب، يعني سيري رجعي للقناه وشوفي. المشاهده طاحت بزاف، ولكن ما نكذبش على الله، المشاهده طاحت لكل شيء. يعني انا دابا كنخدم على كنخدم على فيسبوك، كنخدم عليه بزاف، معليش حنا عائله وغادي نبقاو مع بعضياتنا. هذا الفيديو اللي جايبه لكم اليوم يا ريتك تعطيني ودنك كتر ما تشوفي فيا بعينك، يا ريتك تعطيني ودنك. هذا الفيديو ديال اليوم تصالح مع النفس، تصالح مع الذات. الله يطول لي عمركم. كاينين امهات اللي دازوا من داكشي اللي دزنا منه حنايا، تفيقي في الصباح فيقي الولاد الفطور، يعني غسلي لي وجهو، مشطي ليها، ديهم للمدرسه، من المدرسه كتمشي للخدمه، كنجيو في الليل كنعقل خاصك. كنا عاملين كوم دي روبو، كنا عاملين كيف روبو. خاصك تدوشي ليهم، تحفظيهم، تعشيهم، يعني ومن بعد ملي كينعسوا عاده باش كنوضو نشوفو ريوسنا. سبحان الله والعلي العظيم، كان الله معاوننا. ما معناتها ما كناش من دوك الناس اللي كننعسوا مع 11 ولا 12 ولا 10 ولا، تيقوا بيا كنا كنعسوا مع الوحده الجوج الليل و 6 ديال الصباح. فريمون كتصوني المكانه كتولي تقولي الموت ارحم من هذا الشيء اللي انا عايشاه، ومع ذلك جمعنا الوقفه وكملنا. واليوم الحمد لله والشكر لله، اليوم نعسي كيف بغيتي ونوضي كيف بغيتي، ويعني كولي وقت ما بغيتي. الحمد لله وصلنا وليداتنا للبلايص اللي ما غاديش يلومونا في يوم من الايام. يعني ما معناتها داك الوقت اللي كنت اللي غادي نعطيه للناس عطيته لوليداتي. هذيك الخرجه اللي كنت كنخرج مع العيالات ولا نمشي معروضه ولا، كنت كنخرج مع وليداتي. يعني بحال كنقولوا العالم في ديك الوقيته سديت عليه ولحت السوات. ومن بعد ملي ما شاء الله كل واحد خدا بلاصتو، كنعرفو مع من نمشيو ومع من نهضرو ومع من نجلسو. اذا هذا الفيديو تصالح مع النفس، خطره في السيمانه، خطره في السيمانه اختي العزيزه الام ديالي الله يرحمها كانت كتعمل هاد الوصفه،
وكانت كتوريني الطريقه كيفاش كانوا كيعملوها في فاس. يعني عندنا في فاس كانت كتوريني الطريقه كيفاش هاد الوصفه تصدق لينا. اولا قبل ما نعملوا هاد الوصفه اللي هي قلت لكم تصالح مع النفس للرجال ولا للنساء، وهو خطره في السيمانه كتخصصيه ليك، خطره في السيمانه كيكون ديالك، كتحاولي السيمانه كلها تلعبي على ملي يلحق داك النهار ديالك يكون كلشي مصوب، يعني الدار مجموعه تصبين كلشي. هذاك النهار ديالك ما كتعملي فيه والو، اش كتعملي فيه داك النهار؟ وهو كنفيقو غادي نقول لكم انايا، بينما رحنا كنتسناو في واحد الكاميرا على ود قلت لكم بينما 2023 كاين الجديد في القناه عندي، كاين بزاف ديال الجديد. وانما ولدي خدام مع المخزن، عيط عليه قالوا ليه دخل، راه مشى دخل. اذا هو اللي كوموندا الكاميرا، وهو ولا ميا يعني اختارها هو ولا ميا الكاميرا اللي غادي نبدا نقاسم معكم ملي كنفيق في الصباح اشنو كنعمل، يعني جزء من اليوميات ديالتي. اليوم هذا الفيديو اللي غادي نعمل لكم هو جزء من هذا النهار اللي انايا كنتصالح فيه مع نفسي، وهو الله يطول لي عمركم كنفيق في الصباح. يعني غنقول لكم اليوم في الصباح شنو عملت. فقت بيان سور، حليت الشراجم ديال بيت النعاس ديالي، بدلت لي زور، قلبت المضربه، رشيت عليها داك البرودوي، رشيتو على المخاد، رشيتو على لاكويت، واذا خلينا البيت يتهوى. من بعد كنجيو نصوبو بيت النعاس كنردو كيف كان، نعملو الغبره. عملت انا شي موديفيكاسيون في بيت النعاس ديالي، كنت بغيت نفيلميهم لكم ساعة بهاد التليفون لا مستحيل. اش بقى ليا؟ بقى ليا ندخل ناخذ حمام مغربي. دخلت الحمام ديال الدار ولا تمشي للحمام البلدي، خديت حمام مغربي. ملي كناخذوا حمام مغربي شنو كنعملوا؟ كنجيو نعملوا هاد القهيوه المغربيه اللي يا سلام. زمان كنتي كدوزي من حدا شي دار كتشمي في الحومه كلها بينما راهم عاملين القهوه بالقوام ديالها، ولا شي حد عامل العدس كانت الحومه كلها كتشم ريحه العدس، عامل الحريره الحومه كلها كتشمها، كانت اي دار كطيب شي حاجه الا وكلشي كيشمها. زمان ما كان عندنا والو وكان عندنا كلشي، دابا ولا عندنا كلشي وما عندنا والو. اذا كنحاولوا كيف كنقولوا كنحاولوا نتعايشوا مع هاد الزمان ديال السرعه وديال كتغمضي عينك حليها كتلقي بزاف ديال الحوايج دازو. ولهذا كنقولوا بعض المرات مصاب فلوس زمان وعقل دابا، مصاب ولكن الحمد لله والشكر لله. ما كنمدوش يدينا لوليداتنا وما كنتسناوش وليداتنا يصرفوا علينا ولا يعطيونا، الحمد لله على نعمه الله. اذا خديت حمام مغربي، غادي نوريكم الطريقه ديال هاد القهوه بالقوام المغربيه. كاين سمعت انا قالوا لي العطار كيبيع القوام ديال القهوه مطحونين ومصوبين، انا كناخذهم حاجه بحاجه وكنعمل بيديا، ما نقدرش نعرف العطار شنو طاحن تمايا. ممكن تاخذيهم وتخلطيهم، انا مخلطاهم مع بعضياتهم ولكن انا عملتهم لكم حاجه بحاجه. تصالح مع النفس، فقت قديت بيتي اللي هو بيتي، بيت النعاس ديالي ماشي الدار، بيتي، بدلت لي زور، خديت حمام، غادي نعمل لي هاد القهيوه وغادي نقاسم معكم السر ديال هاد القهوه كيفاش كتصدق، وغادي نقاسم معكم نساب بنتي العراقيين اللي كيعملوا حتى هما القهوه تقريبا كيعملوها هكا، كيضيفوا واحد الحاجه في الاخر. انا فايت قاسمتها معكم ولكن غادي نزيدها دابا، المنافع ديالها لا تعد ولا تحصى. بسم الله على بركه الله، غادي نقول لكم المقادير. هنايا هنا عندي القرفة، عندي الجوزة، عندي النافع وحبة حلاوة مطحونين، عندي القرنفل مطحون، الكاوية، يعني حبيبتي الكاوية والجوزة راه كنتمنى ما تحيدوهاش من الطياب ديالكم. الكاوية والجوزة المنافع ديالها لا تعد ولا تحصى، وقللوا قللوا من العطريه اللي فريمون كتحلينا الداخل ديالنا.
شوفوا هانتوما البنات، الاوروبيين ما كتلقيش عندهم هاد العطريه اللي عندنا، عمليها في الدجاج، عمليها في اللحم، عمليها في، علاش؟ ما شاء الله كتلقيهم صحاح، كتلقيهم ما عندهمش مرض السمنه، كتلقي ما عندهمش هاد الامراض. كتلقي البلجيكيه ولا الفرنساويه ولا كتلقيها عندها 90 عام واقفه كستيلو وصحيحه. حاولوا الله يطول يعمركم نقصوا من العطريه. العطريه اللي هي خاصها تكون في الطياب راه خاص اولا الكوزه وسميتها والكاويه ما خصهاش تحيد من الطياب ديالكم، وشويه الابزار وشويه ديال التحميره. الا عملتي الابزار ما يمكنش لك حبيبتي تعملي سكنجبير، راهم عائله وحده. يعني الا عملتي شويه ديال الابزار وعملتي شويه ديال سكنجبير، رحمي الذات ديالتك من الداخل، المعده، لي زانتيستان، حتى القلب ملي كتوصل ليه ديك العطريه راه كيبدا يضرب. انا وانتوكا ما مولفاش داكشي. هنايا السر ديال هاد القهوه باش كتصدق غادي نقاسمو معاكم دابا. غادي ناخذو كاسرونه، راه عندي البنات، عندي قطارات القهوه، عندي الكوكوت ديال القهوه، عندي ليكسبريسو، هادشي كلشي. الا احسن قهوه عندي هي هادي. السر ديال هاد القهوه اللي هي كتصدق الله يطول يعمركم، الماء خاصو يكون دافي، الماء ما يكونش بارد وما يكونش طيب، الماء دافي. نعملو البودور ديالنا القوام اللي قلت لكم عليه. بسم الله، هادشي اللي كنقاسم معكم سر من الاسرار البنات ديال القهوه المغربيه بالقوام ديالها. بسم الله، المعالق معلقه كبيره، يعني بالمعلقه الكبيره غادا تعبري. تكونوا جوج الناس ولا ثلاثه الناس، داكشي على حساب. مثلا هنا غنعمل على حساب جوج ديال الناس. بسم الله، الاولى، الثانيه، الثالثه، أربعة. الريحة اللي طالعة البنات دابا غير الما غير دافي، ومنقولش لكم الريحة اللي طالعة دابا. السر البنات كاين هنايا، يعني ملي الله كتعملي القهوة مع القوام ولا بدا ما يتخلطوا مع بعضياتهم بنظام وبشوية. واحد الريحة طالعة البنات منقولش لكم عليها، بقاو معايا حتى اللخر. إذا كنعملو هكا، كنتي حبيبتي كتاخدي السكر تزيدي جوج معالق ديال السنيده هنايا، انا ما عنديش مع داكشي، اذا ما كناخذ السكر. دابا غادي نعملها فوق النار. هنا القهوه ديالتنا من بعد ما غلات، انا بلا ما كنصفيها كنخليها حتى كتهمد، كنطفي البوطه. حاجه ثانيه، القهوه ما خصهاش تبقى تغلى في العافيه بزاف، يعني غير كتبان لك القهوه طالعه كتبدا تطلع كتنقصي البوطه. البوطه خصها تكون ماشي مجهده، ماشي مهيله، كتطلع لك الطلعه الاولى كتنقصي البوطه، كتعاود عاوتاني تطلع الطلعه الثانيه تنقصي البوطه، والطلعه الثالثه صافي كتطفي. القهوه ما خصهاش تتبخ بزاف، راه غير داك الماء السخون اللي هي فيه القهوه كتكتفي. اذا هنايا القهوه ديالتنا من بعد ما صفيتيها ولا خليتيها تهمدات، كنزيدو معلقه اللي كيعملوها العراقيين. نساب بنتي دائما القهوه اللي كيسربيو لينا كيعملوا فيها معلقه ديال الجلجلان. الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. ما حدها هي سخونه القهوه، كتطلق ديك الزيوت، الجلجلان السيزام كيطلق ديك الزيوت ديالتو، وبيان سور كنتناولوا القهوه ديالتنا. حاجه ثانيه، غادي تعملي هاد النهار ديالك غادي تعملي هكا. غادي ناخذ حبيبتي واحد البلاطو، غادي نعمل فيه يا اما لك الاختيار، اما شو التميرات ولا من هذا اللي انا خديت من اكسيون، ها هو كنقسمو معاكم. كنعملو شويه في الطبيسيل، كنهز البلاطو، كنمشي لبيت النعاس ديالي. عرفتي شناهي؟ كتحاولي تسدي على الناس، كتحاولي تسدي ما نجاوبش التليفون. ماشي حبيبتي، انا كنشرب هاد القهوه وكنتصالح مع نفسي وعظامي كيتصنطو المخ، والمخ كيتصنط القلب، وانتيا يا كتجاوبي في التليفون وانتيا يا لا. لهذا قلت لكم النهار كيكون ديالك تصالح مع النفس. كنديه كنخدم اغنيه اللي انا كنبغيها، اغنيه اللي انا كتنشطني كنرتاح عليها. لك الاختيار اختي العزيزه. انا دابا مخدمه الملحون، مخدمه الملحون، ما نقدرش نسمعوا لكم عليه حقوق الطبع والنشر. يا اما الملحون كيهدني دوك الكلمات ديال الملحون، ولا ام كلثوم، انت يعني اي حاجه اللي هي كترتحك
ماشي شي حاجه اللي فيها الشيخات ودا كلها موسيقى اغنيه هادئه كتشربي في القهوه ديالتك. الا كان شي مرض ناعس عندك وغادي يفيق كيزيد ينعس. تصالح مع النفس الله يطول يعمركم. كنتي عندك راجلك كتعملي جوج ديال الطاسات ما نساش بما هذا السيرفيس هذا ديال الام ديالي الله يرحمها. راني ملي كنبغي نتصالح فريمون مع نفسي تنجبد هذا السيرفيس اللي هويا وقيلة البنات الام ديالي قالت لي ملي كانت ملي تزوجات الله يرحمها قالت لي يعملوه ليها في زواجها. يعني هذا السيرفيس هذا انا اللي خديته جبت معايا منه هنا لافرونس وخليت الباقي في المغرب عندي. يعني كنجبد حاجه اللي هي بلديه كتجبدي طاسه ما كتلعبيش على هادشي الموديرن كتجبدي طاسه بلديه طاسه من دوك القدام ملي كانت طاسه ولوسو طاس. ويعني سبحان الله يعني كنحس بواحد راحه البال ماشي كنبزز لا كنحاول نقلب على نرتاح سكات بيتي كنسدو عليا ما بغيت نسمع والو. رحموا نفسكم رحموا ذاتكم. الامراض كثرات الضغوطات النفسيه كثرات والوقت باش تعطيه لنفسك ولراسك ما بقاش. اذا نحاولوا تصالح مع النفس خطره في الاسبوع كانت الام ديالتي الله يرحمها كتعملها وانا ملي تزوجت وقع داكشي اللي وقع كنت كنعملها خطره في الاسبوع. الحد كان ديالي. ما معنى الحد كان ديالي؟ نهار الحد كنت السيمانه كلها كنتقاتل باش الحد ما يكون عندي لا تصبين لا تصياق لا والو. يعني نهار الحد ديالي كنعوم كنبدل لي زور وليداتي صغار كنعوم وليداتي نبدل لهم لي زور ديال بيت النعاس ديالهم. المهم داك النهار ملي كنسالي كنعمل لي القهوه ديالتي كنديها لبيت النعاس ديالي كنت كنخدم ام كلثوم. صافي دو بيان البنات والله تا صافي دو بيان راحه البال راحه النفس الله يطول لي عمركم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بالتعاليق ولو بارطاج ودائما وابدا احنا عائله وحده. السلام عليكم.